والله الواقع الصحي حاليا يعني نقول 40%، لان الطبابه اللي اسمع ما انفتحت، وعندنا ستاندر بس الطبابه. بالنسبه للطبابه اذا انفتحت وجت الادويه ولا يجوز يصير الى الوضع الى احسن. وبالنسبه للمدارس عندنا المدارس هنا مهدمه فدنو ومؤجله، ما ادري ليش، وين شو اسمه الحكومه، وين المسؤولين بتش يجون يشوفون اهم شيء المدارس. وهاي المناطق اللي التعبانه خطيه اللي عفوا اقرب مركز صحي هنا يمكم وين؟ هذا مال اراس الجاده، بس لسه ما انفتح، بعد ما انفتح صار له 6 شهور يشتغلون به وما خلص. المستوصف هذا كامل بس ماكو لا اطباء لا يعني غير يجون مثلا يعملوه يسووا يرجعوه مثل ما كان. تمام. اي ادويه ماكو، يعني هاي المنطقه القديمه تعرف المنطقه القديمه يعني كلها تذت. بس ما اعرف يعني ليش ما يجون يسووا ما اعرف. زين اكو مركز صحي هنا يمكن قريب؟ هو هذا المستوصف الصحي هذا اقرب شيء. اي. يعني مفتوح لو ما مفتوح؟ لا ما مفتوح. زين اللي تمرض هنا يمكن وين تدري؟ والله وين يروح يتبهدل، لازم يعبر على اليسار. والله ما زين الواقع الصحي. ليه؟ يعني رد من وزاره الصحه انه يعني الخدمات مال الصحه كلها هيا منطقه، هذه منطقه راس الجاده هنا. زين هسه على المرض وين يتوجه؟ والله لازم على ذاك الجانب، على الجانب اليسار. وهناك جانب اليمين ماكو؟ ماكو، بس مستشفى العسكري وما بها ادويه.